هاتف كابتن علي ماهر، لازم نبارك له النهارده وفوز مهم جدا على سموحه. مساء الخير يا كابتن علي والف مبروك. حبيبي فاروق، ربنا يخليك يا حبيبي، وبمس على كابتن ربيع الجميل وكابتن شريف عبد المنعم طبعا. يا عيلو الف مبروك، وما ربنا يخليك يا كابتن ربيع. توفيق موفق، موسم طيب ان شاء الله باذن الله يا حبيبي. ان شاء الله يتعب. حبيبي يا كابتن، اهدافك كلها يا كابتن علي، ربنا يخليك. حبيبي يا كابتن شريف، دايما كده منور في الملعب وبندعي لك، وانت عارف الروح اللي موجوده تجاهك يعني. حبيبي تدعيمنا كله يعني، بنفرح بصراحه بالنتائج دي. الحمد لله وكرم ربنا. الحمد لله يا كابتن، الحمد لله. كان مهم قوي، ثلاث نقط مهمين قوي، بتاع فرقه كبيره، فرقه ملايين، فرقه سموحه، وكان فن محترم طبعا طلعت يوسف، حاجه محترمه، وشخصيه اللعيبه كابتن علي. حتى وانت خسران واحد بترجع. ما كنت لسه اسال حضرتك، بدايه اللقاء تقدم سموحه بهدف مقابل لا شيء، ثم عوده كامباك على اعلى مستوى بهدفين، وتغلبت على فارق الامكانيات بالطريقه الفنيه. وصف لنا المباراه دي يا كابتن، كانت ازاي؟ دي تاني مره، خلي بالك احنا برضو ماتش الاتحاد كان نفس السيناريو تقريبا. نعم. في الاول رده الفعل بتاعت فرقه عندها شخصيه الافريقي، كانت رده الفعل كانت محترمه جدا، وفرقه بقى عندها جرأه، فرقه عندها شخصيه في سموحه في ملعبهم، ان هي كانت بتهاجمهم وكنت عايز تكسب، ده مهم قوي. ده يعني ده مهم، انت توصله للعيبه دايما، زي ما بقول اللعيبه بتاخد شخصيتها منك كده. نعم. انت بتخاف يبقى اللعيبه هتخاف، انت عندك الجرأه انك انت بتهاجم وعايز تكسب، اللعيبه بتبقى سبقك شكلك. ده مهم، زي ما بتطلب من اللعيب ان هو يبقى عنده جرأه ويبقى جريء ويبقى عايزه يكسبك وعايزه يبقى عنده جرأه وعنده واحد يروح. مهم كمان ان اللعيبه تشوفك انت كمدير فني. نعم. كابتن علي معاك يا سمعت. طيب كابتن علي، بعد استقبال الهدف الاول من حسام حسن، احرزت هدف عن طريق احمد سعيد اوكا، ثم هدف اخر، ثم الهدف الثالث وهدف الاطمئنان. هل كلامك ما بين الشوطين كان من اجل التحفيز، ولا عدلت بعض الامور حتى تتعادل وتصل الى هذا التفوق؟ لا انا تعادلت في الشوط الاول. انا عارف اتعادلت. لكن انا بتكلم بقى على التقدم. بين الشوطين طبعا عايز اكسب، انا عايز اخد ثلاث نقط، لان ثلاث نقط مهمين جدا، ثلاث نقط ذهب. انك انت تكسب سموحه في سموحه، انك انت تاخد تطلع الماتش ده وعندك وادي دجله جاي لك في ملعبك، طبعا ثلاث نقط مهمين جدا جدا. بص، في ماتشات دايما بتفرق جامد قوي مع الفرق، زي ما كنا متعودين مع النادي الاهلي، في ماتشات مكسب بتحطك دايما تبقى متصدر الدوري وتاخدها مع النادي الاهلي، يعني كنا شايلين مع النادي الاهلي. نفس الكلام في ماتشات دايما بتخليك دايما مع الكبار تطلع فوق، لما تنافسش لتحت، يعني تطلع مع على الاقل تاسع ثامن. التاسع دلوقتي هو التاسع. الماتش ده مهم قوي، كان في ثلاث مهم قوي بيطلعك لحته ثانيه. ما هو انت دلوقتي انت التاسع دلوقتي، وصلت للمركز التاسع على 18 نقطة ما شاء الله يا كابتن علي. طيب كابتن علي، أهدافك مع الأسيوطي هذا الموسم، هل حضرتك شايفها إنك بتكرر تجربة بعض الفرق اللي طلع يعني صعدت من الممتاز ب للممتاز ألف، وثبتت أقدامها في بطولة الدوري الممتاز؟ والله يعني إحنا بنتمنى ده، ربنا كريم معانا جدا وجميل وبيعمل دايما أحسن حاجة، وبنحاول نعمل ده، بنحاول لأن الموضوع فيه صعوبة قوي. دوري جامد جدا، دوري شرس جدا جدا. نعم. انت مش متخيل الدوري عامل ازاي، كله قريب، صعبه ازاي. نعم. لا الموضوع صعب جدا، وبعدين كمان انت لما بتلعب فرق كبيره عندهم لعيبه كتير قوي، يعني انت بتتكلم في 30 لعيب جوه جنبي، فاهم؟ فانت برضو طالب انك انت ازاي انك انت عايز تقرب الفروقات دي. نعم. تشتغل جامد قوي، لازم اللعيبه تبقى مركزه كويس قوي، ما يكونش في فارق بينك وبين الفرق الثانيه، ده مهم. طيب هل هتستثمر يا كابتن المسيره الجميله، وهيبقى في تدعيمات في يناير؟ ان شاء الله لازم، بامر الله ان شاء الله. مهم جدا ده الدوري، زي ما بقول لك الدوري في صعوبه، الدوري شرس يعني، فعلا الدوري صعب جدا. هيبقى في حاجه من افريقيا ولا كله محليين؟ ربنا يسهل، ربنا كريم ان شاء الله. كابتن علي ماهر، كابتن مصر النادي الاهلي السابق، وايضا المدير الفني لفريق الاسيوطي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا صراحه، تجربه جميله.